قيادي حوثي يزعم إبلاغ السفير السعودي إلغاء قرار البنك المركزي في عدن. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. تفاصيل الخبر: زعم قيادي مقرب من زعيم الميليشيات الحوثية أن السفير السعودي أبلغه بإلغاء قرار البنك المركزي في عدن، وقال القيادي الحوثي علي ناصر قرشة: أبلغني السفير السعودي أنه تم إلغاء قرار البنوك، وسوف تستمر الستة البنوك في عملها كما كانت في السابق. وأضاف قرشة: وسوف نستمر مع السفير في معالجة بقية الأوضاع، ونطلب من أي واحد له مصلحة في الحرب أن يتق الله ويدعم السلام.